برحب بالاستاذ محمد العتال، نائب رئيس مجلس اداره العتال جروب والمدير التنفيذي لشركه بارك لين. برحب بيك، اهلا بيك على شاشه قناه 10. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ خليني ابدا مع حضرتك كده في بالنسبه للمعرض، ازاي المعرض ده بيساهم في تعافي السوق العقاريه خاصه بعد تداعيات ازمه فيروس كورونا في الفتره اللي فاتت؟ طيب خليني ابدا معاك في الاول واقول لك ان في ناس كتير اتاثرت او في مجالات كتير اتاثرت بسبب البانديميك او بسبب الكوفيد 19، بس صدقني القطاع العقاري ما تاثرش بنسبه كبيره قوي. حتى في معظم لقاءاتي كنت بقول للناس ان انا شايف ان حجم التاثير على حجم بيع العقارات او قله بيع العقارات تاثر بنسبه 15-20%، مش اكتر يعني. ليه ده ممكن يكون السبب؟ يعني على الرغم من انه ممكن يكون في مجالات وانشطه مختلفه تاثرت بقوه من خلال تداعيات الازمه بتاعت فيروس كورونا. هقول لك ليه يا كريم. دايما احنا المصريين ككلتشر عندنا، واحنا بنتولد طول عمرنا عندنا فكره الشقه وفكره ان احنا لازم نملك شقه وعندنا ارض. الموظف طول عمره بيشتغل عشان يشتري شقة ليه ويشتري شقة لأولاده. أنا بشتغل عشان أبجريد ماي سيلف من شقة لفيلا. كل واحد بيشتغل عشان ده الحلم اللي في الآخر اللي المصريين بيجروا عليه. إحنا ما عندناش ثقافة إن إحنا نقعد في حاجة إيجار، دايما لا، ثقافة الملك. فعادة الناس في كرايسيس بتجري لأكتر حاجة بتعمل انفستمنت ليهم، وإيه أكتر حاجة تقدر تنفست فيها موجودة في مصر؟ القطاع العقاري بقوة يعني. فأنا شايف تأثرنا، بس ما تأثرناش بنسبة كبيرة. ووجودنا في المعرض النهارده ده بيبين قد ايه القطاع العقاري ما تاثرش. النهارده المعرض بيقفلوا من المعرض ساعه كل شويه عشان الزحام الشديد او الطلب الناس اللي موجوده، انت متخيل؟ والناس بتستنى عشان الطلب يفتح تاني، عشان القاعه تفتح تاني عشان يدخلوا. فدي حاجه كويسه. وطبعا ما ننساش ان الدوله عرفت تسيطر على البانديميك ده، عرفت تسيطر عليه في وقت قصير جدا، فده خلى الناس النهارده تقدر تنفست تاني وترجع تاني تحط فلوسها ومش قلقانه. طب انا عايز اخد رايك قبل ما نتكلم على المشاريع الخاصه بالشركه، عايز اخد رايك في التوجه اللي الدوله واخداه دلوقتي في تطوير البنيه التحتيه وتطوير السوق العقاري في مصر والمرافق وكل الانشطه دي، شايفها ازاي وشكلها في المستقبل كمان شكلها هيبقى عامل؟ بص يا كريم، انا عايز اقول لك على حاجه. اي دوله لما جينا درسنا، وانا طول عمري ما بدرس دايما، بتشوف ان اي دوله بتقوم بتبقى البنيه التحتيه بتاعتها بترجع تبنيها من اول وجديد. المعمار عامه او العماره هي اللي بتخلي الدوله يبقى ليها ملامح. النهارده الدوله بتبني كام مدينه جديده، مش بتكلم بس على عاصمة إدارية، مش بتكلم على العلمين، مش بتكلم على المنصورة، مش بتكلم على دمياط، مش بتكلم على دول. أنت بتبني النهاردة الدولة بتبني كمية مشاريع قومية ضخمة جدا. النهاردة العاصمة الإدارية، أنت النهاردة العاصمة دي إن شاء الله لما تخلص في المستقبل اللي هو إحنا بنتكلم في سنة ولا في سنتين، أنت بتنافس دول كبيرة هيبقى ليها وضع مختلف تماما. النهاردة لما رحنا العلمين السنة دي ونزلنا وعشنا جواها وشفنا، تحس ان انت مش موجود في مصر، الحاجات دي ما كانتش موجوده. فده معناه ان الدوله بتبني بطريقه شرسه جدا. وبرده ما نسيتش المدن القديمه، يعني ما نسيناش مدينه نصر، ما نسيناش مصر الجديده. النهارده مصر الجديده ومدينه نصر حصل فيها طفره عظيمه. انا 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 شغلي في مصر الجديده وانا ساكن في التجمع، كنت كل يوم ساعه ساعه ونص، النهارده 21 دقيقه الطريق ما بيقفش. فده معناه ان الدوله كمان مش ناسيه الحاجات القديمه بتاعتها، مش بتبني مدن جديده وخلاص، لا، ومهتمه بالبنيه التحتيه القديمه في تعديلها. فدي حاجه قويه جدا، بيبين اساس الدوله وقوه الدوله عامله ازاي. طيب خلينا نتكلم بقى على المشاريع الخاصه بشركه العتال جروب. ايه اهم المشاريع اللي انتوا بتعرضوها النهارده في المعرض واهم مميزاتها؟ طيب خليني اقول لك ان احنا نازلين النهارده في المعرض بمشروع بارك لين. بارك لين في الار 7، مشروع 28 فدان، سكني تجاري اداري. المشروع ده كانت هو البذره اللي دخلنا فيها العاصمه الاداريه، وفكرنا ازاي ان احنا نشارك في بناء منطقه زي دي بالذات هتفضل في مصر لمده طويله والناس كلها تتكلم عليها.
ده المشروع اللي احنا نازلين بيه النهاردة. عندنا ان شاء الله الشهر الجاي هنطرح مشروع جديد ساحلي بفكر برضو مختلف زي المشروع بتاع بارك لين ان شاء الله. الأستاذ محمد العتال نائب رئيس مجلس إدارة العتال جروب والمدير التنفيذي لبارك لين، أنا بشكرك شكرا جزيلا ونورتني على شاشة قناة تانا. ميرسي يا كريم، وأنا مبسوط جدا باللقاء معك. تحياتي وبينورني على شاشة قناة تانا المهندس جرجس يوسف رئيس مجلس إدارة شركة نيو جيرسي، برحب بحضرتك يا باشمهندس. أهلا وسهلا بك. خلينا نتكلم على المعرض النهاردة وأهمية المعرض بالنسبة لكم النهاردة. طبعا أهمية المعرض بالنسبة للشركة دي، طبعا ده حدث بعد ما طبعا كورونا، يعني يمكن ده أول معرض يتعمل بعد كوفيد 19، وده كان حدث كبير جدا، وأنا شايف الحمد لله في ترافيك وفي تنظيم رائع جدا للمعرض من كل اتجاهات، يعني بالنسبة للماسكات بالنسبة للتنظيم، تنظيم رائع جدا في المعرض يعني. طيب خلينا نتكلم على شركة نيو جيرسي، ويعتبر المعرض ده زي ما حضرتك بتتكلم ان هو نقطة انطلاق خاصة بعد يعني الأزمة بتاعة تداعيات فيروس كورونا. أهم المشاريع اللي بتقوموا بيها في الفترة الحالية. احنا طبعا شركة نيو جيرسي احنا قدلنا 15 سنة في مصر، وعندنا مشاريع طبعا عملناها سابقة أعمال، وعندنا ثقة عملاء كبير جدا بتخلينا بنكبر في مشاريعنا. احنا النهارده نازلين بمشروع جديد في الجلاله، مدينه الجلاله جوره، مدينه الجلاله احنا بنتكلم على مشروع فندقي، وحدات فندقيه، بنتكلم على فولي فينيشت يعني تشطيب كامل بفرش كامل. انت بتتكلم على وحده فندقيه، بنتكلم على اوتيل 5 ستارز، بنتكلم على 75 غرفه اوتيل، بنتكلم على فوق 250 وحدة فندقية، وده على البحر على طول مباشرة، وبيننا وبين مدينة الجلالة تقريبا 500 متر يعني. مهندس، يعني الناس كانت دايما متعودة ان المشاريع بتبقى في المحافظات اللي فيها كثافة سكانية، يعني محافظة القاهرة الاسكندرية كده، توجه لمنطقة زي منطقة الجلالة مثلا، حضرتك شايف اهميتها ايه في الوقت الحالي؟ بص، هو انا شايف توجيه سيادة الرئيس والادارة اللي معايا، هي دي إدارة عالية جدا، إدارة بتعرف تاخد قرار رائع جدا، بتنفذ، بتشتغل على أرض الواقع من غير ما بتعمل شو ولا بتعمل دعاية، ولما المشروع بيخلص بيبتدي. أنت بتتكلم على مدينة الجلالة، بتتكلم على مساحة تقريبا 1000 متر، بتتكلم على تلفريك بطول 4.6 كيلو 10 متر بارتفاع 700 متر، بتتكلم على 2 أوتيل فندقين 5 ستارز، فندق على البحر وفندق في الجبل فوق، بتكلم على جامعة الملك سلمان، بتكلم على أقوى بارك، أكبر ألعاب مائية بتعدي 73 لعبة مائية. فأنت بتكلم على المشاريع اللي بيعملها سيادة الرئيس في الجلالة وفي العاصمة الإدارية الجديدة وفي مارينا، بتكلم لا يقل عن 20 مدينة جديدة، ودمياط الجديدة ومنصورة الجديدة وبورسعيد الجديدة. لا، أنت بتكلم على مشاريع ليها رونق في العالم، يعني انت بتتكلم على مشاريع اقتصادية عالمية، ومنها مشروع الجلالة ده مشروع سياحي. طيب باشمهندس، يعني خلينا نتكلم شوية على الحاجة او الحاجة الجديدة اللي شركة نيو جيرسي يعني شركة نيو جيرسي بتقدمها مختلفة عن بقية المشاريع السابقة. بص، احنا اختلافنا احنا بنعمل كونسبت جديد، احنا بندي العميل فكره جديده، بندي العميل، يعني انا مثلا بنتكلم على مشروع جرين افينو العاصمه الاداريه الجديده. المشروع ده لما جينا فكرنا فيه، فكرنا ان احنا هو مشروع مش كبير، هو كوزي كمباوند، بتتكلم على في قلب الار 7 على الممشى السياحي. فانت بتتكلم على مشروع عاملين فيه حاجات فاسيلتي كتيره جدا، يعني انت بتتكلم على مشروع في مناطق عندنا مسمينها باين سكوير، ستار الي، يعني احنا بنحسسك ان انت مش خارج نطاق انك انت لازم تخرج بره الكمباوند عشان تتمشى في حته معينه. دي اللي احنا فكرنا فيها في العاصمه الاداريه الجديده، والحمد لله ده حقق نجاح كبير جدا، واحنا خلصنا مشروع 90% تقريبا منه، والنهارده نازلين بلونش جديد في كوميرشال تجاري اداري طبي برضو في العاصمه الاداريه الجديده. واحنا عاملين كمان النهارده طرق سداد جديده للعملاء،
ان هو يقدر يدفع 30% ويدفع اول قسط بعد سنتين ونص، وبندي له عائد على ال 30%. هو تقريبا بيبقى ستارت المقدم 500,000 جنيه، بياخد عائد لمدة سنتين ونص، وبعد الاستلام بياخد عائد إيجاري لمدة 5 سنين. احنا بنعمل منظومة جديدة، من العميل بيحس ان هو في الاخر شاري الوحدة دي ب 30% بس، والوحدة بتبقى بتاعته، وده برضو نفس النظام عاملينه في جورا في الجلالة. يعني طيب خلينا نتكلم على، يعني احنا بنتكلم احنا في نقطة انطلاق جديدة بالنسبة للسوق العقارية في مصر. حضرتك شايف المستقبل كواحد خبير في هذا المجال، مستقبل السوق العقارية في مصر شكله عامل ازاي؟ انت بتتكلم على تنمية عمرانية ما حصلتش في تاريخ مصر. يعني التنمية العمرانية في خلال 6 سنين هي ما حصلتش في تاريخ مصر. انت بتتكلم على مليارات بتدفع في الاستثمار العقاري في مصر، هنتكلم على الاقتصاد مصر كله 20% هو اقتصاد عقاري، بتتكلم على مدن جديدة، مدن ذكية، مدن بتتكلم على سمارت. يعني احنا حتى لما جينا بننفذ مدن جديدة، لا احنا اتغيرت الفكرة، لا مدينة ذكية، طاقة شمسية، بتتكلم على انفراستراكشر بنية تحتية عالية جدا. برافو عليك، بالظبط كده. مهندس جرجس يوسف، رئيس مجلس إدارة نيو جيرسي، أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا على شاشة قناة التلفزيون. ميرسي أوي، ميرسي أوي، أنا اتشرفت بيك. برحب على شاشة قناة تاني الأستاذ أسامة الهماوي، مدير عام شركة المنصور للتطوير العقاري. برحب بحضرتك ومنورنا في شاشة قناة. أهلا بيك يا أستاذ كريم. أهلا بحضرتك أستاذ أسامة. خلينا نتكلم الأول شوية كده على أهمية المعرض بالنسبة لشركة المنصور. خلينا النهاردة بس نأكد على حاجة، إن إحنا سعدة كمجموعة المنصور العقارية اللي إحنا بنلتقي في أهم أيقونة من أيقونات العقار اللي تستهدف الفئة المتوسطة على مستوى مصر، ألا وهي معرض الأهرام العقاري، وان احنا بتستضيفنا قناة متميزة زي قناة تاني، ده في حد ذاته يعتبر شيء جيد وجميل بالنسبة لنا. شرف لينا. الله يخليك. يمكن تواجدنا في معرض الاهرام هو مش للمرة الاولانية صراحة، ولكن دي تعتبر الدورة السابعة او الثامنة بالنسبة لنا مع الاهرام. ليه؟ لان الاهرام يعتبر من اهم العلامات العقارية على مستوى السنة اللي بينتظرها اي عميل من العملاء في الطبقة المتوسطة اللي احنا بنستهدفهم في مشروعاتنا. معرض الاهرام رغم بدايته من 25 سنة، ولكن دايما بيكون متميز اللي هو بيجمع باقة وكوكبة من أهم المطورين العقاريين اللي موجودين حوالين مصر، وإحنا كمجموعة المنصور العقارية بنبقى حريصين بالتواجد فيه علشان نتابع الزملاء اللي موجودين معنا في السوق، اللي إحنا مش بنعتبرهم منافسين، ولكن بنعتبرهم أحد محفزي الإبداع اللي موجودين على مستوى السوق العقاري. ليه؟ لأن لما بنطلع على المشروعات اللي هم بيطرحوها ونقدر نفكر لمشروعات ممكن تكون بتفيد العملاء بشكل أكبر في المناطق والأماكن اللي احنا بنستهدفها. ويمكن احنا في المنصور العقارية خلال 16 سنة اللي ابتدينا فيهم تطوير مشروعاتنا، قدرنا نتواجد في 4 قطاعات رئيسية متواجدة على مستوى مصر. قطاع في القاهرة الكبرى بشكل عام، قطاع على مستوى مدينة نصر، قطاع على مستوى زهراء المعادي، قطاع على مستوى منطقة السرايات ومنطقة القطامية، ثم المؤقت. ومن خلال 5000 عميل سلمنا لهم مشروعاتنا خلال الفترة اللي فاتت، وأكثر من 7000 عميل بنحاول نسلمهم وبنسعى لتسليمهم الوحدات اللي هم تعاقدوا معنا فيها خلال ال5 و6 سنين اللي جاية، بنكون حريصين بشكل دايم لتلبية متطلباتهم، مش بس في شكل الوحدة ولا في المساحات المتميزة والسمارت المتعلقة بيها، ولكن حتى على مستوى البيمنت بلان. احنا بنحاول دايما كل 3 شهور كل كوارتر بنعمل ابحاث سوق، بنعرف من خلالها توجهات العميل، لا سيما بعد ازمة الكورونا او الكوفيد 19 اللي اجتاحت العالم بشكل عام. انا عايز اكلم حضرتك بخصوص مسألة تداعيات ازمة كورونا. حضرتك يعني الشركة المنصور ايه يعني الخطوات اللي بتتخذها دلوقتي من اجل التعافي، لانه الفترة دي يمكن شهدت يعني هقول خمول شوية في السوق العقارية، خاصة بعد التداعيات لهذه الأزمة، أزمة كورونا. شركة المنصور بتقدم إيه دلوقتي والخطوات الجديدة للتعافي من هذه الأزمة؟ خلينا نقول إن الجائحة دي اجتاحت العالم شهر 3، كانت عاملة بانيك
مش لمصر بس ولكن على مستوى العالم لغاية تقريبا شهر 7 أو 8. الفترة اللي ابتدت الأسواق تبتدي تشم نفسها نسبيا وتبتدي تفكر بكرة ممكن يبقى عامل ازاي. احنا في المنصور كنا مواكبين بشكل جيد للتوجه ده وكنا بنحاول ندور على مشروعات تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية للفئة اللي احنا بنستهدفها بعد أزمة كورونا. لقينا ان الفئة المتوسطة وتحت المتوسطة بتبقى محتاجة وحدات سكنية ما تزيدش بشكل كبير عن 75 متر، بتبتدي من 75 متر وتوصل لحوالي 120-130 متر. فبالتالي كان ده مؤشر ومؤشر قوي في اختيارنا المواقع مشروعاتنا اللي تقدر تلبي للعميل المساحة السمارت والذكية دي. وفي نفس الوقت لما جينا لمنطقة الدفعات اللي ممكن يدفعها العميل بعد تأثره بأزمة الكورونا، لقينا ان هو ما بقاش في عنده قابلية كبيرة ان هو يدفع دفعات نصف سنوية او سنوية، لان في جزء كبير منهم اتأثر في عمله بالجزئية دي. فبالتالي ابتدينا نصمم برامج دفع تبقى متوافقة مع الظروف الاقتصادية للشريحة اللي احنا بنستهدفها، لا سيما ان الشريحة دي شريحة عريضة على مستوى السوق المصري، شريحة قوامها اكتر من 500,000 طلب سنوي للوحدات من النوع اللي احنا بنقدمه، وفي نفس الوقت ممتدة على 28 أو 29 محافظة. فبالتالي كان ده هدفنا، إن احنا نحاول نوجد للعملاء اللي داخل القاهرة واللي خارج القاهرة بدايل للسكن وللاستثمار داخل أماكن ومواقع متميزة ليهم في القاهرة، تغنيهم عن إن هم يبقوا في الأقاليم ومش قادرين يحصلوا على وحدة موجودة في الإقليم أو المركزي أو على مستوى القاهرة، وفي نفس الوقت تريحهم على مستوى نظم السداد. أستاذ أسامة الدلهماوي، مدير عام شركة المنصور للتطوير العقاري، أنا بشكرك، نورتني على شاشة قناة. شكرا حضرتك. شكرا كيفان. مرسي حضرتك.